السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نزيدو نتكلموا على المباراة، يعني المباراة تاع المنتخب الوطني مع إيران، حينما يكون لاعبي لديهم يعني جوع والرغبة في أخذ مكانة أساسية ويكون هناك عدل ومداورة واللعب للأفضل، يكون شكل المنتخب مغاير. هذه اللي كنا نطالبوا فيها ربع سنين وحنا نطالبوا فيها كي تكون كاينة المنافسة، يعني وحنا نعاودوها ونقولها المدرب قتل المنافسة، ما كانش يجيب لاعبين في المستوى باش ينافسوا اللاعبين تاعو اللي كانوا مبلعين البيبان، كانوا بالعين البيبان على اللعابة، أي لعاب وين كنا ندوموندو هذا طوغاي، كنا ندوموندو كل لعبهم يعني في الكاس إفريقيا، يعني وين كانت عنده 28 لعاب، كانوا عنده قاع الفواكه عنده زي ودي باش يصنع لنا سالاد دو فروي مطرقة. شاهدنا كيفاش خسرناها، وشاهدنا كيفاش ضيعنا التأهل كاس العالم، شاهدنا كلش راح لنا يعني بسبب يعني الناس ما تسمعش، حتى دخلنا في حيط باش ولاو يحلوا باش الوذنين تحلوا، الناس ما ولاش تطيق تجري باش ولينا نضرو رب العاليها. انا نقول انتهى عهد الشواكرة، ودي انتهى عهد الشواكرة. الله يجعل ان شاء الله بربي يخليهم عندهم يلعبوا كونتر نيجر نربحوا، كونت النيجر نربحوا والله لا ربحنا. هذه اللي كي بكون لعبت كونت اوغندا وطنزانيا والله لا ربحنا، نربحوهم نورمال. هذا في هذا المنتخب هذا اللي يلعب مع ايران، اقسم بالله لا ربحنا ونربحوا بالاداء والنتيجه. النهار اللي لعبنا كونت سيراليون كون لعبوا معظم اللعابه اللي داهم شتي طوغاي وعيط الطوبه، والله العظيم لكنا نربحوا سيراليون، نربحوا غينيا استوائيه بكل سهوله. حنا دينا لعابه شبعوا لعابه ولاو شبعانين على يداو كاس افريقيا 35، من تهضر معاه يقول لك 35، تهضر معاه يقول لك نو، هضر لي انا دومي فينال كوب دافريك، هضر لي دومي فينال كوب دافريك. يا ودي انت مازال ما بديتش تقول لي دومي فينال كوب دافريك، قالوا لنا هضروا يعني عقل يا كيما ضروك تصريحات تاع اسلام سليماني، قالوا لنا هضروا، قالوا ما نهضروش اليوم، قالوا لنا هضروا دومي فينال نولوا نهضروا على الكوب دافريك، قالوا كوب دافريك مازال ما نطلقتش، ووصلوا خرجوكم بكري. عرفتو الحمد لله يا ربي، دروك عرفتو كي تكون كاينه الرغبه عند اللاعبين، هادو اللاعبين يدخلوا هذا ستادكا هذا طوغاي هذا خويا طوغاي قاع مين ترى نهضرو عليه، طوغاي قاع مين ترى نهضر عليه يا طوغاي يا صاحبي، والله العظيم مطرق 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 مطرق، والله لا شطرب من شي زعاقة، والله ما تخاف والله ما تخاف. تاولي تلعب لنا في بن عمري وتلعب لنا، شنقولوا لك اولاد عمي مزيه مشاكره دبر لكم قاسامه، مزيه مشاكره دبر لكم قاسامه، والله العظيم اكتو بارتي كيما اكتو نلعبوا قدام ايران، لا بغات ناقصين ايران اي ناقصه ولا ماشي ناقصه ما على باليش انايا يعني نورمال. المهم انا الحاجه لاني فرحان لعابه اللي لعبوا اي هكا لعبوا، كنا انا وحاجه اللي بغيت نبانك اللي بغيتها بدران نعرفوه انا بغيت طوغاي منا وحميش مليها، هذا اللي بغيتها برك والله العظيم. الله يجعل نزيدو نشوفو هاد اللعابه ما ينقطعوش علينا، نقعدو نشوفو فيهم ما ينقطعوش علينا، هذا مكان الله يجعل هاد اللعابه نقعدو نشوفو فيهم من القدام ان شاء الله بربي. هاك تشوف كيفاش وين راحت لنا بزعقه، والله لا راحت لنا بزعقه، والله ما تفكر كيما تفكر لي بارتي هذو، والله العظيم لا. شو البنت كي داير بنت لا بغات غلطه بصح لعاب كان شيخ مع راسه ما ضيعهاش. عرفتو عموره ديك خطره مع طنزانيا، عرفتو اليوم غلطه يتخلص كاميرون، شحال دارو من الغلطات حسبوا الكاميرون شحال دارو من الغلطات. سليماني غبنهم بصح لو كانت
التشكيله مكتمله كونتر الكاميرون. واك نروح نروح نولي ونهضر على الكاميرون رب العالمين. انا نورمالمون نهضر على ايران. اي غايتني هي كوب دي موند. اي غاي انا ما نكذبش عليكم، كوب دي موند قاعده التربيه يربحوا ما اكتول. معظم الشعب كاين اللي بزاف ما على بالهمش شحال من واحد، ما على بالوش والله ما على بالهم كاع. يعني تبغي تلعب بالغاليا، تبغي تلعب، تبغي قلت لك الغاليا، تبغي تلعب ليكيب ناسيونال، حنا الفيلاج هنا يتبلع ساعه ساعه خاويه، تحسبها مهجور. جي فيت تسمع غير زقا متيوق تاع الناس ما على بالهم ما والو، اللي تقول له توالي يقول لك تشيك بارتي. يعني راحت لنا انا كي راحت كوب دي موند ما قري كيما كان هذو اللعاب، هذو الاولاد الصغار هذو راني فرحت لهم. بصح كي راحت كوب دي موند ما عندي ما تسوى والو والله ما تسوى والو. قاعد كوب دي موند قاعد يتبعوا لي انا في قاسامه والله العظيم. المهم حنا كل لو كان لعبت بتشكيله ولو كان قلعت العاطفه ومكاش انت مين وليت تهدر مع الصحافه تقول لهم هذو اللعابه وعدوني وعدوك بصح ما داوكش، وعدوك ما داوكش ما روحتش انت كخدم كاش هذا وعد كي وعدوك تيه ما يوعدوك ما والو. نورمالمون هاي سي معامل انا ما توعدوني ما والو، انا مدرب اللي يكون مليح غادي نعيط له، اللي يكون مليح نعيط له نورمال هذه هي، اللي يكون مليح نعيط له صح. وعدوك وعدوك لا انت لا حنا لا هما، كاع الناس كاع دخلت في شكارة وبلعوا علينا وقاسونا. عاد شوف يكونوا لعابه، يكونوا لعابه لعابه شوف حينما يكونوا لاعبين لديهم الرغبه يعني والجوع في اخذ ما كان اساسيا ويكون هناك العدل والمداوره، وللعاب واللي يلعب الافضل يكون يعني يكون الشكل المنتخب مغاير. وفاني كاين واحد فاني نزيدو نهضروا عليه مسكين يعني والله نقولوها ونعاودوها رمزي يعني كاين كيما ذاك ادم زرقان غير ما نعرف كيف والله ما يصلح كاع والله ما عاد كيف يعني غلطني يا انا كنت غلط والله اللي احنا كنا غلط على هذيك نقولوا بلي ودي. المهم اليوم مباراه راهي كيما يقول لك في صالحنا، الشوط اول وانتهى في صالحنا. نقولوا بلي المنتخب الوطني الجزائري وراه المهم راهي مليحه وصايك، المهم راهي مليحه وصايك. مازال وقيله تغيير ما دخلوش تغيير مازال ما بان والو. على ذيك نقولوا بلي المنتخب الوطني يعني في امام ايران، نقولوا ايران منتخب يعتبر بلي منتخب موندياني. مباراه حنا هذه ما عندناش فيها ما عندناش حنا نورمالمون نلعبوا مع اخرى كسموها مع ايكيب من لافريك. المهم ايران ما عندها فايده معنا وحنا ما عندنا فايده. حنا المهم شاهدنا اللعابه تاعنا كيما صدار كاطو غاي هذاك عبد القهار هذا اللي مركا البنت يعني بن عياد هذا اللي مركا البنت. نتمنوا له فانيك مشوار ناجح ما ونتمنى ان شاء الله نزيدو نشوفوهم. ماشي خطره من بعد نقولوا نحوسوا عليهم لالو، ماشي خطره نقولوا نحوسوا عليهم لالو ان شاء الله بربي نزيدو نشوفوهم نزيدو. على هذيك نقولوا بلي اليوم وين شوف كيفاش وين حنايا كيما يقول لك كاين ذاك زداد كا كاين ماندريا كاين عبد القادر بدران صح، عبد القادر بدران صح، احمد طوبه صح، امين محمد امين طوقاي الله يعطيه الصحه، ادم اسماعيل بن ناصر هذاك غني عن التعريف، عبد القهار يعني وين بلال ابراهيمي والعيادي اللي قدموا نقولوا بلي شاهدناهم وين دخلوا دونتري وقدموا يعني مستويات يعني امام منتخب مونديالي. يعني رغم ان ثمانيه حسب المعلق تاعهم المعلق اللي كان قال لهم بلي ثمانيه لاعبين ما كانوش ما راهمش عندهم في التشكيله الاساسيه اللاعبين الاساسيين تاعهم. حنا ما نحاولوش نفهموا هذه ماهيش حجه، المهم رانا ربحنا، المهم رانا رابحين 1-0 لاعبين شحال لاعبين 56 دقيقه رانا رابحين 1-0. اللعابه هذو اللي قدموا نقولوا قدموا ما عليهم على بالك قدموا على عليهم الحمد لله يا ربي ويزيدوا يجيو اللعابه. التدوير وعهد الشواكره لازم يكمل. انا كي نقول باللي 70% غادي يروحوا لازم 70% اللعابه هذو 70% اللعابه اللي كانوا من قبل نورمالمون المنتخب الوطني يغير له الوجه تاعو ب 70% من التالي كاع 70% وكازاخ
انا نقول لكم نورمال كيما هكا